سباق الماراثون. السباق بطريقة رائعة جدا، ف داكي عرف كيف أن يتخلص من الإثيوبي بطريقة جميلة ومضحكة ومريحة. إذا هنا نشاهد الأوغندي الذي دخل بسهولة تامة، سيدخل الاستاد. نعم سيدخل الاستاد، ستكون ميدالية ذهبية أولى لأوغندا، وميدالية أولى من الميدالات الثلاث أيضا لأوغندا، وهو إنجاز كبير. فرحان سعيد كبروتيتش من أوغندا. شوف سيد سعيد سيد عصافير راحته. إذا يدخل الآن، يدخل إلى المضمار، وهناك الفرحة الكبيرة لهذا العداء. الله 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 الله، كبير 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 كبير. تفوز أوغندا بسباق الماراثون لأول مرة في تاريخها على صعيد بطولات العالم. والله إنجاز، إنجاز كبير. تفتخر به أوغندا من قارة إفريقيا. اسمعنا شوي. هل بهذا الفوز إثيوبيا تدخل في الصف الثاني حتى لا عن ضمن إثيوبيا المركز الثاني، وهنا أوغندا وفي الطريق إلى الحسم، في الطريق إلى النهاية. أوغندا ثانية. كبروتيتش الأوغندي هو بطل العالم. عم يحيي الجمهور إثيوبيا ميداليتين الفضية والبرونزية. وكينيا خبر، أو في خبر كان فعل ماضي
أصبحت كينيا سعيد وجه جديد اسم جديد بلد جديد على مستوى بطولة العالم نفس البلد على مستوى الألعاب الأولمبية كينيا. الخامس هو الياباني كما قلنا كينتارو ناكاموتو. أين هي كينيا عثمان؟ أين هي كينيا؟ تراجع كبير في الأداء الكيني على مستوى الماراثون والفرحة الكبيرة لهذا الأوغندي السعيد للغاية السعيد الفرح. إذا شهرزاد توقعت أن يكون هناك المفاجأة وهذا مكان لتكون أوغندا هي صاحبة البلد 59 عندما يكون هناك خطوط متقطعة باليد تطلق شهرزاد سعيد. الله شهرزاد يا لحق حتى الآن هزفه.